السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم حلوة الشوكولاتة والكوك. كتجي بنينة وسهلة في التحضير. كما كتشوفوا هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الوصفة. كنحتاجو 4 البيضات، كنفصلو البيض على الصفر، الشوكولاتة، 3 د الكيسان، 2 كيسان ونص حتى 3 د الكيسان ديال الطحين، كاس من السكر، كاس من الكوك، الخميرة والفانيلا، وكاس عنبة ديال الزبدة. كناخذوا الصفر ديال البيض وكنخلطوه مع نصف كمية ديال السكر، كنزيدو الفانيلا، كنستمرو في التخلاط حتى كنحصلو على كريمة مايلة للبياض. من بعد كنبقاو نزيدو الزبدة تدريجيا. نزيدو الطحين، هنا الطحين خصكم تردوا له البال حيتاش على حسب النوعيه ديال الطحين. كنزيدو الخميره، العجينة كيف ما كتشوفوا خصها تجينا رطبة. كنشدو المول اللي غنطلقوها فيه وغنبداو هنا. زولت من المول باش سهلت لي في الدلك. العجينه بالنسبه للدلك ديال العجينه، اذا كنتو باغيين تجيو لكم الحلوه غليظه خليوها غليظه شويه، ما تلقوهاش مزيان. الا بغيتو تجيكم رقيقه تلقوها مزيان. انا هنا عملت رقيقه. كنخليوها وكنمشيو نوجدو الطبقة الثانية ديال الشوكولات. كنعملو شوكولات في حمام مريم وكنخليوه حتى يذوب. من بعد غنمشيو نحضرو الطبقة الثالثة. كنعملو 4 ديال البياض البيض مع الكمية المتبقية من السكر، نصف كأس عنبة، كنطلعوهم حتى كيرجعو لنا على شكل ثلج.
من بعد ما طلع لنا البيض ديالنا دابا غنزيدو كاس من الكوك، كاس او كاس ونصف على حسب الطبقه الثالثه كيفاش خصكم تكون، واش غليظه ولا. كنحاولوا ندوزوهم نخدموهم بهذه الطريقه دائريا ومن تحت للفوق. دابا من بعد ما تبنا الشوكولاتة ديالنا كنمشيو نسرحوه فوق الطبقه الاولى. نخليوه حتى كيبرد ويجمد لنا الشوكولات، ديك الساعة كنزيدو الطبقة الثالثة. عملناها في الفران على درجه حراره متوسطه، كنشعلوا لها من تحت ومن بعد كنشعلوا لها من الفوق. هنا بعد ما خرجناها كنقطعوا الجناب باش نحصلوا على اشكال متساويه. كنقطعوها وهي سخونه باش كتسهل لنا التقطاع. كنبقاو نقطعوها على شكل مثلثات. كيف ما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي سوينة ومختلفة. شكرا على المشاهدة، وإلى الفيديو القادم بحول الله.